إن الحمد لله. معاشر المسلمين، تتفيأ الأمة الإسلامية هذه الأيام موسمًا عظيمًا من أجل المواسم في تأريخها، ذلكم هو العشر الأواخر من رمضان. ازدلفوا فيها إلى ربكم بالفرائض والنوافل، واستدركوا ما فاتكم من الأعمال الجلائل، فإن الأعمال بالخواتيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمة الإسلام، لقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات عظيمة، منها إخراج زكاة الفطر، فأخرجوها طيبة بها نفوسكم قبل صلاة العيد.